أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله أكبر. الله أكبر. الذي خلق السماوات
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كل ده طلبي انا من
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب يا رب إن عذابها كرما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب إن عذابها كان غراما Oh, my God.
Okay.
الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون عذابا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون عذابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد
الله اكبر. لقد خلقنا الانسان في كبد. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له ولسانا وشفتين لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبين. وما أدريك ما العقبة.
الفك وقوي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد عمل العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة.